السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطلبات الصف الأول الثانوي. معكم ميسو محمد شعبان، وأنت على قناة فرنساوي الثانوي مع ميسو محمد شعبان. لو أنت أول مرة تشوف القناة أنصحك تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. وإن شاء الله النهاردة يا شباب معدنا مع حل 3 امتحانات من امتحانات المحافظات في كتاب برافو، وهسيب لك في وصف الفيديو لينكات الخاصة بسنة أولى إن شاء الله، لينكات الشرح ولينكات المراجعة النهائية ولينك حل الامتحانات عشان لو أنت عايز تخش تشوف أي حاجة فيهم. وقبل ما نخش على طول لازم نقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ويلا بينا. الامتحان الأولاني يا شباب امتحان محافظة كفر الشيخ، هو الامتحان السابع من محافظات اللي موجودة في كتاب برافو. أول حاجة في الامتحان سير انترنت على الوثيقة. كوكو يعني عصفوري، كومو سافا كيف حالك، جو مابيل زياد انا اسمي زياد، جي سيزو عندي 16 سنه، جي سوي انتليجو اي سوشيابل انا اكون ذكي واجتماعي، جيم لو ديسا اي جي دي تيست لي مات انا احب الرسم واكره الرياضيات، جي ان كوبا دي فوتبول انا عندي صديق في كره القدم، ال سابيل احمد هو اسمه احمد ابليس الى اللقاء. نبص على يا شباب، اول سؤال بيقول زياد سي بريزونت، زياد بيقدم نفسه لمين؟ هو قال في الوثيقة او عنوان الوثيقة كان على النت، يبقى ان سي بركوبا زياد. زياد عنده كم سنة يا شباب؟ في الوثيقة عنده 16 سنة، يبقى سيزو. زياد دي تيست، زياد بيكره لمات الرياضيات. احمد ايم، احمد بيحب يا شباب بيحب لو فوتبول لانه صديقه في كرة القدم. الوثيقة الثانية يا شباب بتقول جو مابيل نيكولا انا اسمي نيكولا، جي كانزو انا عندي 15 سنة، جي ان فوازا انا عندي جار، إلسابيل اليكس هو اسمه اليكس، ال ا سيزو عنده 16 سنة، ال اي سامبا هو يكون لطيف، اوتون بليبر في وقت الفراغ، جي كود دي لا ميوزيك انا بسمع موسيقى، او جو ريجارد لا تيلي او اسمع او شاهد التلفزيون، جو لي تيست لي ديسان انا بكره الرسم اللي جو فيديو والعاب الفيديو، جي ان فرير انا عندي اخ، إلسابيل ديفيد هو اسمه ديفيد، جي اوسي سير انا عندي اخت ايضا، كلمه اوسي يعني ايضا، إلسابيل سيلين هي اسمها سيلين، يبقى هو عنده اخ وعنده اخت. اول سؤال بيقول لي نيكولا، نيكولا عنده اخ سيلمو يعني فقط ولا اخت فقط ولا فيس ابن ولا اخ واخت؟ لا هو عنده اخ واخت. اليكس اي، اليكس يكون سامبا لطيف. نيكولا ايم، نيكولا ايم، نيكولا بتحب ايه يا شباب؟ نبص على الوثيقه، قال ان هو بيحب جيم لا ميوزيك، بيحب الموسيقى، يبقى لا ميوزيك. اخر سؤال عندي نيكولا نيمبا، نيكولا ما بتحبش ايه يا شباب؟ ما بتحبش العاب الفيديو والرسم، اللي عندي هنا منها ايه؟ العاب الفيديو. الموقف يا شباب، تو سالوس توم بروفيسير، انت بتحيي مدرسك لو متى؟ صباحا. تو دي انت تقول، هتقول ايه؟ بونجور مسيو، صباحا يبقى بونجور مسيو، لو قال لك هنا مساء يبقى بونسوار. تو دوموند ان امي كومو الفا، انت بتسال صديقك كومو الفا، كيف هو يكون؟ كيف حاله يعني؟ ال دي هو يقول، هيقول سافا بيان. تو دوموند لا كولير دو ساك دي تونامي، انت بتسال صديقك عن لون شنطته. تو دي انت تقول كيلي لو كولي لا كولير دي تون ساك، ما هو لون شنطتك. رقم 12، انا مي تو دوموند، صديق يسالك لو نوم دي تون بير، اسم والدك. تو دي انت تقول، هتقول إلسابيل سامي هو اسمه سامي. تو دوموند اتون امي، انت بتسال صديقك كونتي سون انيفرسير، كونتي يعني متى، ايه سون انيفرسير يعني متى يكون عيد ميلاده، انت تقول، انت تسال انت تقول، يبقى سؤال، يبقى كون اي تو نيم متى انت ولدت. تو انديك اتون كوبا، انت تبين الى احد الاصدقاء او الى صديقك سيكيليا دانتا تروس، ماذا يوجد في حقيبتك. تو دي انت تقول، هتقول اليا دي ستيلو ان كرايو اي ان اي انجروم، تمام، يوجد اقلام جاف وقلم رصاص واستيك.
تمام. لكن ديت بتقول لك دون لا تروس دي منى، يعني في حقيبه منى. طبعا هو بيسالك على حقيبتك انت مش حقيبه منى. رقم 15 تو دو موند اتون امي سو كيل ام او ليسي. انت بتسال صديقك عما هو يحب في المدرسه الثانويه. تو دي انت تقول، انت تسال، انت تقول يبقى سؤال، يبقى هو ده الوحيد اللي عندي. كيسكو تي ام او ليسي، ماذا انت تحب في المدرسه. القواعد: لوروج الاحمر سي نوات كولير. لوروج اسم لون اللي هو الاحمر، هو جميع الالوان مفرد مذكر، لكن كلمه اللون اللي هي قدامي ديت بتبقى مؤنث، يبقى ستين كولير، انه لون الاحمر يكون لون. سي سون دي كوبين دي كلاس، هنا عايز اقدم واحد تعبيرات التقديم تبقى سي سو للجمع وسي للمفرد، هنا اختار سي سو. سي سو دي كوبين دي كلاس، هؤلاء يكونون اصدقاء في الفصل. طيب حد هيقول لي ما خدتش ليه هنا يا ميسيو الافيك اس ديت، اقول له عشان هنا كلمه كوبين دي مؤنث، تمام، فما تنفعش الافيك اس الافيك اس المذكر، لازم لو كانت الافيك اس المؤنث تنفع، لكن هنا اللي ينفع معايا سي سو دي كوبين عشان ديت مؤنث. رامي ايه؟ رامي يكون تيميد، تيميد بتنفع للمذكر وبتنفع للمؤنث، انما الباقي متأنث عندي هنا. رقم 19 جي نوت ميكو با، جي ابوستروف وهنا الفعل هيجي متصرف مع الجي باخره او، افعال المجموعه الاولى يبقى جيم. الي اي ني نوت، علي يكون مولود في نوت، وبعدين جوا هنا اسم الشهر جاي بدون اي رقم قدامه وجميع الشهور بتاخد اون. نوت اسكوسي، كيسكوسي على طول يبقى ما هذا كيسكوسي. ال نوت ابل فاطمه، ال سابيل، ال سابيل يبقى اس ابوستروف. لا بروفيسير دي فرونسي، مدرسة الفرنساوي تكون، عايزين نحط هنا كلمة تكون مبتسمة، تكون يبقى فيرب اتر متصرف مع ال يبقى او اس تي. السؤال اللي بعد كده يا شباب، سؤال الايميل: كومو تو تابيل، ما اسمك؟ كيل اج تو ا، ما عمرك؟ سي كونتو نافيرسير، متى يكون عيد ميلادك؟ هقول جو مابيل علي، جي سيزو عندي 16 سنة، مون انيفرسير يكون لو 3 مارس اليوم 3 مارس. او ريفوار. السوجي اللي عندي بيقول لي اوصف مقلمتك، ديكري تاتروس، اوصف مقلمتك، المقاس واللون والاشياء اللي موجودة فيها، وهنزل لك وجبته ان شاء الله حالا. الامتحان التامين محافظة دمياط، الوثيقة بتقول رونكونتر سور لو شات، يعني مقابلة، رونكونتر يعني مقابلة على الشات. رنا بيير شيرين، ثلاث شخصيات عندي. رنا بتقول جيم لو تنس اي لو باسكي، انا بحب التنس ولعبة الباسكت. جي اونامي، انا عندي صديقة. السابيل ساندرا، هي اسمها ساندرا. جو نيم با لو جودو، انا لا احب الجودو كوم ساندرا، انا مش بحب الجودو زي ساندرا. بيير بيقول بور موا، بالنسبه لي جيم شانتي اي دونسي، انا بحب اغني وارقص. بول اي موا، بول وانا، نو ادورو لو راب، احنا بنعشق الراب. نو ايمو اوسي لا تيلي، احنا بنحب ايضا التلفزيون. شيرين بتقول جادور لي شا، انا بعشق القطط. جي دو شا، انا عندي قطتين. ماكس اي بوب، ماكس وبوب. السو بوتي اي جونتي، هما صغيرين ولطفاء. مي لكن، مونامي لورا، صديقتي لورا. ام لي بوتيشيا، بتحب الكلاب الصغيره. تمام، بص على اول سؤال يا شباب، بيقول سيبرسون سو، هؤلاء الاشخاص يكونون سير انترنت عشان هم قالوا مقابله على النت. ماكس وبوب سو دو، ماكس وبوب دول اتنين ايه، قطط ولا كلاب؟ لا اتنين قطط، يبقى شا. ديتست الجودو، من اللي بيكره الجودو؟ ساندرا ورنا، يبقى رنا وساندرا. بول ايم بكو، بول بيحب قوي ايه؟ التنس، بيحب التنس. نبص على الوثيقة التانية يا شباب، وبتقول الوثيقة التانية جو مابيل مصطفى، انا اسمي مصطفى. جيم ليفيت دانفيرسي، انا بحب حفلات عيد الميلاد. جي انا مي فرنسي، انا عندي صديق فرنسي. ال سابيل تيو، هو اسمه تيو. ال ابيت اباري، هو بيسكن في باريس. اليسي بيركول، هو لطيف جدا. لانفيرسير دي تيو، عيد ميلاد تيو، ايه لو
بريمير جور دي لاني هو اول يوم في السنه. الاكنزو هو عنده 15 سنه. الكوليكسيون لبورتكلي هو بيجمع سلاسل المفاتيح. الديتست لجو فيديو هو بيكره العاب الفيديو. تيو ا نوت او تيو عنده كم سنه يا شباب؟ عنده 15 يبقى كنز. تيو اني لو بريمير جانفير 1 يناير ليه؟ هو قال لك ان اول يوم في السنه يبقى اول يوم في شهر يناير. تيو ابيت بيسكن فين؟ في باريس يبقى باريس. مصطفى ادور مصطفى بيعشق ايه؟ بيعشق الحفلات بتاع عيد الميلاد يبقى ليافيت ليفيد ايه؟ انفرسير. المواقف يا شباب بور بروندر كونجي لكي تستعجل الانصراف من صديقك تو دي انت تقول هقول ابليس الى اللقاء. تونامي تو دموند صديقك يسالك كيسكوسي ما هذا؟ كيسكوسي دي بتسال عن شيء غير عقل تمام. ما هذا غير عقل؟ انت تقول هتقول سيتيان سير لينير هذا يكون الم محدد. تو بريزونت تونامي انت بتقدم صديقك تو دي انت تقول هتقدم صديقك هتقول ايه؟ قال لك هنا تونامي مذكر تمام يبقى بواسي علي. السؤال رقم 12 تونامي تو دوموند صديقك يسالك او اين اي تون اورديناتير الكمبيوتر بتاعك تو دي انت تقول اين الكمبيوتر بتاعك انت تقول هقول دون ما شومبر يعني في حجرتي. تو اكسبريمتي جو سكولير انت بتعبر عن ميولك الدراسيه تو دي انت تقول تعبر عن ميولك الدراسية يبقى هتقول انا احب او انا اكره حاجة في المدرسة يبقى جودي تيست لونجلي انا اكره الانجليزي. تو ديكري تاكلاس انت تصف فصلك تو دي انت تقول هتوصف فصلك هتقول الي جروند انه كبير. طبعا كلمة فصل في اللغة الفرنسية مؤنث عشان كده واخدة ال. رقم 15 يا شباب تو دوموند لو كاركتير انت بتطلب شخصية صديق تو دي انت تقول هتقول كومو إل إيه كيف يكون هو كومو إل إيه يعني كيف يكون هو. نوت أج أو لي جميل أج أو لي جميل هنا كلمة أج مفرد مذكر يبقى اختار على طول كل المفرد مذكر محدش يجري يختار لي على أساس كلمة لي جميل مفرد مؤنث تختار لي دي لا أنا بتعامل على الكلمة اللي جاية بعد النقط ديت مفرد مذكر يبقى أختار مفرد مذكر. لي كامراد دي سالي أصدقاء سالي نوت لي فيلم هنا أصدقاء سالي كلمة جمع أصدقاء سالي يشاهدون يبقى هنا صرف الفعل مع الـ إل أفيك أس يبقى آخره أو أنتي محدش يشوف لكلمة سالي فيختار التصريف مع الـ إل لا ترجم الجملة على بعضها. تولو موند أدور لكل لكل الأبوستروف لجم دي مجدي أستيكات مجدي سون كلمة جم جمع مؤنث يبقى سو بلونش آخرها أو أس. رقم 20 يا شباب كومو تو نوت ابل تصريف فيرب ابل مع التو بيبقى تو تابل على طول. مامير ا نوت سيزو كلمة سيزو يعني مقص وهي بتاخد دي او اس. مريم 18 اليف هنا كلمة اليف مؤنث فهتاخد صفة مؤنث تبقى انتليجنت. نو تصريف فيرب اتر نو سوم تمام مهم جدا تصريف فيرب اتر وافوار يا شباب. السؤال اللي بعد كده سؤال الايميل كومو سافا كومو اي تون امي كيف يكون صديقك كيسك تو اي ماذا انت تحب او ريفوار. كومو سافا هجاوب عليها اقول سافا بيان ميرسي. كومو اي تون امي هقول مون امي اي تيميد صديقي يكون خجول. هقول جيم لو فوتبول انا بحب كرة القدم. سؤال السوجين اتكرر كتير السؤال ده ديكريتون ساك ادو اوصف شنطة ظهرك اللون والادوات المدرسية والمقاس وهنزل لك اجابته ان شاء الله حالا. الامتحان اللي موجود معايا دلوقتي الامتحان التاسع من امتحانات المحافظات محافظة القاهرة. الوثيقة اللي قدامي بتقول كارت دانج وجيبسيا يعني بطاقة لاعب مصري النوم محمد صلاح طبعا النجم الكبير محمد صلاح قدامنا في الصورة تمام. داد نيسونس تاريخ الميلاد 15/6/92 ليو دي نيسونس مكان الميلاد باسيون الغربية العمر 27 سنة
الجو لفوتبول والانترنت، الاذواق او الميول كره القدم والانترنت، الشخصيه رياضي اجتماعي، الكليب ليفربول في انجلترا. تمام يا شباب، نخش بقى على الاسئله. اول سؤال بيقول محمد صلاح كم سنه؟ محمد صلاح عنده كم سنه يا شباب؟ عنده 27 سنه، و27 يعني فان سيت. محمد صلاح ايني اون مولود في شهر ايه يا شباب؟ مولود في شهر 6، شهر 6 اللي هو شهر جوان. ليفربول ايتان كليب انجلي، نادي انجليزي. محمد صلاح ايني غربيه، اتولد في الغربيه. الوثيقه اللي بعد كده يا شباب، بونجور مونامي ساره، صباح الخير صديقتي ساره. جي ان كوبين دي ليسي عمر ابن عبد العزيز، انا عندي صديقه في مدرسه عمر ابن عبد العزيز، إلسابيل نانسي، هي اسمها نانسي، سي ما فوازين دي كلاس، انها جارتي في الفصل. ال ا سيزون، عندها 16 سنه، كوم تو ذيك. اليني لو فان افريل 24. ال اي تيميد، هي خجوله، اي رومانتيك ورومانسيه. ال ام لو تنس، هي بتحب التنس، موا انا. جي دي سيتو، انا عندي 17 سنه. جو مونج بوكو، انا باكل كتير. جيم لو تياتر اي لو سينما، انا بحب السينما والمسرح. جو ديتست لي مات، انا اكره الرياضيات. مين اللي قايل الكلام ده كله؟ سهير، واحده اسمها سهير. سهير ايه؟ سهير تكون ايه؟ نبص على ال ال الوثيقه بتقول جومونج بكو، انا باكل كثيرا، يعني جورموند. ساره ساره عندها كام سنه؟ عندها 16 سنه، يبقى 16 فين؟ سيز نانسي ايني، نانسي مولوده فين يا شباب؟ نانسي مولوده، نبص على الوثيقه، يبقى اليني اليتي ميد اي رومانتيك، هي مولوده في شهر ايه؟ شهر افريل، يبقى اون افريل. تمام. السؤال اللي بعد كده، سهير نيمبا، سهير لا تحب الرياضيات، يبقى لي مات. انت تسال صديقك كومو الفا، كيف يكون هو؟ تودي، انت تقول، انت تسال، انت تقول، وبتساله عن الحاله، هتقول له كومو سافا، يعني كيف حالك. تو دوموندا انامي، انت بتسال صديقه، انامي صديقه. لنوم دا سانوفيل كوبين، اسم صديقتها الجديده. تودي، انت تقول، هتقول لها كومو سابيل تيل، يعني ما اسمها، بتسالها عن صاحبتها هي. تو بارلي دو كاركتير دي تون بروفيسور دو فرانسي، انت تتكلم، تو بارلي يعني انت تتكلم عن شخصية مدرس الفرنساوي، انت تقول بتكلم عن الشخصية، فلازم أن تكون عندي سمة شخصية، يبقى لي سوريو اي اكتيف، انه مبتسم ونشيط. تبرزونت اي ايدونتيفي، انت تقدم وتعرف ان كوبادو كلاب، صديق في النادي. تو دي، انت تقول، خلي بالك قال لك صديق في النادي. تمام، يبقى جو تي بريزونت الان ان كوبا دي تنس، انا اقدم لك صديقي في التنس. السؤال اللي بعد كده يا شباب، انا ميتو دي مونت، صديقي اسالك كل سبورت تو ايم، اي رياضه انت تحب. تو دي، انت تقول، هقول جيم لا بوكس، انا بحب البوكس، رياضه البوكس. تمام، هو بيقول لك بيسالك انت، فانت اللي هتجاوب، هتقول له جيم لا بوكس. تو ايدنتيفي، انت تحدد هويه. دي فورنيتير سكولير، ادوات مدرسيه. تو دي، انت تقول، ادوات مدرسيه، يبقى سو دي ستيلو بلو، هذه تكون اقلام جاف زرقاء. السؤال رقم 15، تو دو موند او انامي، انت بتسال صديق، سو كيليا، ماذا يوجد؟ سي كيليا دان سا شومبر، في حجرتك. ال دي، هو هيقول ايه؟ اليا امبيرو انشيز، يوجد مكتب وكرسي. القواعد يا شباب، اول سؤال في القواعد بيقول ليزيليف نوت بريزونت اون فرونسي، التلاميذ يقدمون نفسهم في باللغه الفرنسيه، يبقى سي بريزونت، سي بريزونت. سي سون ستيلو، هنا كلمه جمع مذكر، يبقى سي سو دي ستيلو، سي سو دي ستيلو. جي سوي جيبسيا، انا مصري. اي توا، اي توا، وانت جنسيتك ايه يعني؟ رقم 19، اليني، هي مولوده نقط 2003. ده مجايب لي رقم سنه، احنا اتفقنا ان ارقام الشهور، ان ارقام السنين والشهور بتاخد حرف الجر اون. لا ابوستروف ايتين كولير، الا ابوستروف هو مبينها لك اصلا، يبقى الا ابوستروف يبقى لورانج.
سامي اتين ليف، سامي يكون تلميذ خجول مثلا، او هنا عايز نجيب الاول صفة هنا مفرد مذكر، تمام. هنا ديت مؤنث ودي مؤنث ودي مؤنث، يبقى تيميت بتنفع مذكر ومؤنث. جو نوت بارلي اون كلاس، جو نوت بارلي اون كلاس. خلي بالك هنا جو محطوطه جي او مش جي ابوستروف، تبقى ايم دي ما تنفعش وادور ما تنفعش، تمام. يبقى دول اول اتنين هما بره الحسبان. يتبقى لي بريفير اخرها او اس، ما تنفعش عشان دوت الجي، يبقى على طول اختار جولي تيست بارلي اون كلاس. انا بكره الكلام في الفصل. طيب السؤال اللي بعد كده يا شباب، فوزافي نوت اج، كلمة اج اتكلمنا عليها كتير وقلنا ان هي مفرد مذكر بتاخد كل. سؤال الايميل، كيسكو تو دوي بور سالوي تون امي، تو دي انت تقول، ماذا انت تقول لكي تحيي صديقك، تمام. كل سبور ادور تو، اي رياضة انت تعشق. كوند اتدي تو لو فرنسي، متى انت تذاكر، اتدي ديت يعني يذاكر، متى انت تذاكر الفرنساوي. هقول اول سؤال هجاوب عليه، هقول بور سالوي مونامي، لكي احيي صديقي. جودي بونجور، انا اقول بونجور او سالو. كيل سبور ادور تي، هقول جادور لو فوتبول، انا بعشق كرة القدم. ويكون اتدي لي فرنسي، هقول جتدي لو فرنسي شاك جور كل يوم. السؤال الاخير يا شباب، سؤال السوجي، بارل دي تونجور دي كونجي، تحدث، بارل يعني تحدث عن يوم عطلتك، جور دي كونجي يعني يوم العطلة، تمام. كل جور اي يوم، هتحدد اليوم اللي هو يوم العطلة بتاعك. ليز اكتيفيتي الانشطة اللي انت بتعملها في اليوم ده، لي بلس الاماكن اللي انت بتروحها، وهنزل لك ان شاء الله اجابته حالا. وبكده الحمد لله يا شباب نكون حلينا الثلاث امتحانات. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم، ولو استفدت ما تبخلش على زميلك ان هو يستفيد، شير لكل اصحابك، وتنساش الدعاء لينا ان شاء الله بدوام التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله.